مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع. وخلال تلقيه اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني، أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين. وذكر متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة من تصعيد.